بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل وأتم السلام والتسليم. فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. هذا اليوم من أيام الله، هذا اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد. وعيد الفطر السعيد مشاهدينا الكرام له يعني احتفالية بهيجة بأداء فريضة الصيام. عيد الفطر احتفال ولا أروع ولا أجمل بأداء فريضة الصيام. ألحانه الذكر والتسبيح والتكبير والحمد والتهليل. وهذا العيد يعبر عن تميز المسلمين في احتفالاتهم وفرحهم بأداء عبادتهم. وعيد الفطر لا شك ولا ريب بأنه محطة عظيمة تبث إشعاعاتها المضيئة بأضواء البشر والسعادة والخير والعطاء على كل أطياف المجتمع المسلم وعلى كل الأسر الأردنية وكل الأسر المسلمة. فتتطاير القلوب، قلوب الأطفال كما نتابع الآن، الأطفال يعني يطيرون فرحا وشوقا وهم يسمعون هذه التكبيرات، تكبيرات العيد. وهذه التكبيرات التي نستمع إليها الآن التي أصفها بأنها دويها عذب، نشيدا إيقاع ألحانه يلامس صفحات القلوب وتبتسم به الشفاه. يتحرك الناس أفواجا أفواجا الآن نحو مصلى العيد، ونحن الآن في مصلى العيد في لواء رصيفة، خلف مباشرة خلف حديقة الحيوانات، حيث أعين هؤلاء المصلين تبرق بالسعادة والأمل والبشر رغم أنات المحن والآلام وأطياف الألم. والناس في ذلك كلهم طبعا مختلفين أطياف وأشكال. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير أنبيائه وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، تقبل الله طاعتكم وغفر لكم ذنبكم وثبتكم على دينكم، وبقينا وإياكم والمسلمين متذكرين قول الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، متذكرين وعاملين بقول الله إذ أمرنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الأحبة،
إن شانئيكم يريدون لكم فرقة ويريدون لكم ترك عبادة ربكم ويريدون بكم شرا، فبعث الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بين لكم السبيل والطريق كما أمر الله وبين في كتابه، وبين واقع الأمة لما تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، ثم خط على جنبي الصراط خطوطا، ثم قال: هذه السبل، على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه. أما الصراط السوي كتاب وسنة واعتصام بحبل الله وجمع كلمة أن نكون جسدا واحدا، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن ثابت: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها الإخوة الأحبة، إن هذه الأمة هي الأمة الواحدة، بيد أن الله تبارك وتعالى أخبرها بأنها ستبتلى، وواجب عليها الثبات وأن تأخذ بتلابيب الكتاب والسنة تعض عليها بالنواجذ. لهذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعندما ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونستذكر ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويتكلم في الناس الرويبضة. قيل: من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يلي أمر العامة، هذا الذي يهيئ أن تتكالب الخصوم والأعداء على أمته وعلى عرضه ودمه وعلى وطنه وحياته، هذا الذي خذل أمته بتعالمه وجرأته. لهذا واجب علينا أن نعود إلى باب الاعتصام، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تكالب الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من الغثاء، أو أن نرضى أن نكون في جوانبه أو من يعين عليه. الحمد لله، الصلاة قضيناها وكبرنا وهللنا والحمد لله رب العالمين، أما الآن تبدأ رحلة صلة الأرحام إن شاء الله، في مسافات وفي إن شاء الله حسنات في هذا العيد الخير. الله يديم الأمن والأمان على بلدنا يا رب العالمين. الحمد لله، هاي فرحة يعني المسلمين الحمد لله رب العالمين عامة، وهاي الفرحة تجول العالم الآن بفضل الله في هذا اليوم الفضيل عيد الفطر، الحمد لله رب العالمين. عندما يبدأ الإنسان بصلة رحمه وزيارة جاره والشعور بالفقراء والمساكين وبالمحيط من حوله، فإنه يأمن ويعلم ويكون على يقين أن الأمة ما زالت حية، ذلك بالصلة وذلك بالصدقة وذلك بالتعاون على البر والتقوى وذلك بتحقيق الأمان والحب وبالزيارات والخير والبركة فيما يتناوله ويتناوبه الناس فيما بينهم. نحن في معشر المسلمين لا ننظر إلى مسألة الغنى والفقر،
نحن ننظر إلى أساس أقام الله تبارك وتعالى عليه قلوب العباد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأبيض على أحمر، إلا بالتقوى. فإذا المسألة هي قائمة على التقوى. هنا بين يدي الله الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، يقف بين يدي الله عبدا، يركع ويسجد ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى. أنا بدي أشكرك، بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير دكتور شاكر، لأفسح المجال إلى هؤلاء النشامة. يعني كلمة شكرا جزيلا. شكرا دكتورنا. مديرية شرطة لواء رصيفة بكل طواقمها، الله يكرمكم. يعني اليوم مديرية الشرطة بتحلف المواطنين، بارك الله فيكم. وهذه بطاقة تهنئة معا نحو شراكة فاعلة في منظومة الأمن والاستقرار، إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام بوزع هذه البطاقة المعبرة. ودعوني أقرأ ما كتب عليها أخي المواطن: إطلاق النار في الأفراح والمناسبات سلوك خطر وفوضوي، ويعبر عن جهل وعدم وعي. يعني الحديث، ووضعوا هناك للطوارئ رقمهم ورقم الواتساب، يعني هنا رسائلية أكثر من أي شيء آخر. كل عام وأنت بخير مختار أبو نضال، تقبل الله طاعتكم منك. الله يكرمكم، بارك الله فيكم. يعني أخواني الكرام، انتهى وقتنا معكم، ولكن اسمحوا لي في عجالة نتحدث. يعني مهما كبرنا ومهما تعددت وكثرت مشاغلنا وأخذتنا وباعدت بيننا الأيام والليالي، سيبقى وسيظل عيد الفطر رمز للفرح وشاهد على عبادة أروع الشهور وأكرم الشهور. صبيحة الواحد من شوال اليوم تعتبر بداية الجمال، ختام المسك، ختام العنبر والمسك لشهر القرآن الكريم. في عيد الفطر آلاف العبر، آلاف الحكم، آلاف المواعظ، فيه من الروعة، فيه من السحر ما يتركنا شاكرين لعظمة الله، لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. دعونا نطلب منه جل وعلا وندعوه أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لي إلا أن أشكركم شكرا جزيلا، وباسمي شخصيا وباسم زملائي فريق العمل في الحقيقة الدولية، نتقدم من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بأعظم التهاني وأصدق التهاني وأطيبها، وللأسرة الهاشمية وللأسرة الأردنية الواحدة وللشعب الأردني كافة ولكل من هو ضيف على بلدنا، باليمن والسعادة والبركة. تقبل الله منا ومنكم، حفظكم الله، آواكم الله، رعاكم الله، نصركم الله، أستودعكم الله.